طبيعي طبعا وجوده اولا ده زي ما لافت للنظر. طبعا زي ما اتكلمنا في ملفات النادي الاهلي، من ملف المدير الفني والنادي الاهلي والاداره، مجلس اداره النادي الاهلي تحرك بشكل اكتر من رائع في وقت قليل جدا، ولكن الاختيار كان اختيار رائع على مستوى الخبرات الافريقيه، على مستوى الشخصيه، كمان على مستوى معرفته بكيان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. وكلنا طبعا كاهلاويه ورا موسيماني، يعني احنا كلنا مهما كان مين اللي هيجي كلنا واحنا متفائلين جدا بيه. احنا شفنا خلال حتى اللقاء معاه، انا لفت نظري جملتين اتنين، يعني هو بيتكلم في محور اساسي وكلنا حاسين بيه من الاول ان هو عارف قيمه النادي الاهلي وانه جاي نادي كبير جدا، وكان حلمه. وكمان يعني كابتن عماد متعب كان ليه لقاء مع موسيماني في البرامج، احد برامج التحليل الرياضي لبطوله الامم اللي فاتت، هو قال لعماد متعب كمان انا من احلامي وان طموحاتي ان انا اكون مدير فني للنادي الاهلي. فده صحيح. بيدل بعض الناس بتاخدها بيقول لك لا طب يعني في شوشره كبيره والراجل مزودها، لا هو الراجل حتى لما اتكلم معايا عنده وضوح، يعني راجل واضح جدا وبينقل شعوره بشكل ايجابي وعارف انه قدامه هو حقق حلمه انه موجود في النادي الاهلي، لكن كمان عنده تحديات كتيره جدا. طبعا اتكلم معايا سهام في موضوع ان هو النادي الاهلي كمان عارف مسؤوليه كبيره جدا، وان الجماهير مستنيه البطوله الافريقيه. صحيح. ده هيشتغل عليه بشكل كويس. والجزء الثاني بنتكلم كمان ان هو عنده سنتين عقد، يعني برضو من الحاجات من الحاجات الكويسه عملها النادي الاهلي انه قدم للراجل سنتين، ده بيديله نوع من انواع الاستقرار، وبيدي كمان اللعيبه نوع من انواع الاطمئنان ان الراجل ده مش جاي بس يعني عشان البطوله الافريقيه، لا ده كمان في عنده مشروع، عنده خطه، عنده خطه قصيره طبعاً. المدى. صحيح. وطويله المدى كمان، وهو ده المهم. وبعدين انا جدا ملاحظه شغفه بانضمامه للنادي الاهلي، انا جدا واضح عليه، واضح حتى من قبل ما يمسك كمدير فني على فكره، ده واضح جدا حتى اللقطه الشهيره وهو بيصور الجماهير، فدي لحظه مهمه جدا. بس انت النهارده جاي في وقت كمان مش رفاهيه، انت جاي في وقت صعب جدا، هو عارف والناس مركزه معاك جدا، مش بس النادي، مش بس جماهير النادي الاهلي، انت مش بس جماهير النادي الاهلي مركزه معاك، انت كل الدنيا مركزه معاك، في جنوب افريقيا مركزين معاك، على مستوى القاره كلها انت مركزين مع بيتسو موسيماني والنادي الاهلي. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في اول تحدي؟ مش عايز اقول للاسف، بس هو صعب للاسف، تحدي صعب جدا جدا ينتظره. مفيش شك، انا مش عايز احمله، لا مش عايز اضغط عليه، يعني برضو عمليه الضغط ده كمان هو عارف المسؤوليه كويس. انا سالت سؤال وقلت له طب انت يعني ايه رايك والفرقه قادره، وطب النتائج وتغيير المدربين، هو عارف ومقتنع ومدرب محترف، قال لك هو وجود المدرب بنتائج النتائج اللي بيحققها، لكن زي ما بقول كمان في مجلس اداره مقدم له عقد سنتين، فده مديله يعني استقرار بشكل كويس.